السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. وصفتنا لهذا اليوم تصلح للعشاء أو للغداء، وصفة سهلة جدا في أقل من 10 دقائق سوف تكون جاهزة لديكم. وصفة صحية وشاهدتها على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وأحببت أن أجربها. نبدأ الآن. نجهز حزمة كبيرة من المعكرونة أو الباستا، ثم حبة كبيرة من الفلفل الأخضر الرومي المقطع ناعم، وبعدها حبة بصل كبيرة مقطعة إلى أجنحة. بهذه الطريقة يوضع في جانب الوعاء أو الإناء الذي نقوم بالطبخ فيه. بصراحة لم أعتمد هذه الطريقة في طبخ المعكرونة وأردت أن أجربها، أي هذه هي تجربتي الأولى لها. في مكونات سهلة جدا يمكنكم صنع أطيب وجبة غداء أو عشاء تصلح لجميع الأوقات. بعد ذلك نقوم بوضع كوب من الطماطم المقطعة ناعم، نقسمه إلى جزئين يوضع على جانبي الوعاء، وبعدها كوب من الصوصج المقطع إلى شرائح أو السجق، يمكنكم استخدام سجق الدجاج أو اللحمة، ثم الزيتون المقطع إلى شرائح ناعمة. في هذا النوع من الوجبات بالذات يمكنكم وضع أي مكونات متوفرة لديكم، يمكنكم استخدام اللحم أو الدجاج ويمكن استخدام الخضار فقط. معناها أن هذه الوصفة هي عبارة عن مجموعة مكونات توضع كلها في وعاء وتطبخ مرة واحدة. تضع بعدها ملعقة من تتبيلة الدجاج، ثم ملعقة من الملح، وبعد ذلك نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ويمكنكم زيادة الكمية، وملعقة صغيرة من البابريكا، بالإضافة إلى نصف ملعقة من الكركم صديق العائلة. ثم أضفت 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون حتى لا تلتصق المعكرونة مع بعضها، وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء المغلي حتى يغطي المكونات كلها. الماء المغلي حتى تكون الطبخة سريعة جدا. بعد ذلك نحرك المعكرونة قليلا بواسطة الملعقة، ثم نضعها على النار حتى تعيش حياتها. تبدأ المكونات بالغليان، نحركها قليلا بالملعقة ونتأكد من عدم التصاق المعكرونة جيدا. لاحظوا كيف يكون شكلها. نتركها قليلا على النار حتى تنضج كليا. بدأ الماء ينشف، لاحظوا كيف تكون. نقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. الآن نخفض درجة الحرارة تحت المقلاة ونتركها تنشف قليلا. يجب أن لا نسرف كثيرا في طبخها حتى لا يتغير شكل المعكرونة، يكون هذا شكلها متناسقة جدا وغير ملتصقة مع بعضها، لأن كثرة الطبخ تجعلها لينة جدا، ولهذا وضعت الماء المغلي عليها منذ البداية. كما تشاهدونها الآن طرية جدا ويمكنكم مزجها مع باقي المكونات بكل سهولة. الآن وجبة العشاء أصبحت جاهزة لدينا. كما ذكرت لكم سابقا يمكنكم وضع أي نوع من المكونات الموجودة لديكم في الثلاجة أو في المطبخ، المهم أن تكون كلها مجتمعة في طبق واحد. توضع المعكرونة في طبق التقديم، رائحتها جميلة جدا، لا أستطيع الانتظار حتى أتذوقها. بعد ذلك يمكنكم إضافة الجبنة ويمكنكم إضافة النعناع أو الريحان أو البقدونس المقطع ناعم، أي إضافة تعجبكم لا بأس بها. لاحظوا كيف تكون سلسة جدا، تذكرني بأفلام كرتون ياباني شاهدته سابقا، عشقهم للمعكرونة لا يوصف. وبعد نجاح تجربتي الأولى في طبخ المعكرونة بهذه الطريقة سوف أستمر عليها دائما. قمت بتزيينها بالقليل من البصل الأخضر وهو يفي بالغرض. ولا تنسوا أحبتي الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو. أترككم في حفظ الله.